الآن مع آخر أخبار الطقس والحالة الجوية ووقفة أخيرة مع ميرنا إيهاب. شكراً دينا، شكراً أدا، والآن مشاهدينا وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس حار بنهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 25، الأسكندرية 31-24، مطروح 30-24، بورسعيد 32-25، والإسماعيلية 35-23. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 34 درجة والصغرى 24، العريش 32-24، طابة 37-25، شرم الشيخ 40-30، والغردقة 40-29. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 42 درجة والصغرى 26، أسوان 43-28، الوادي الجديد 40-25، شلاتين 39-30، وأخيرا حلايب العظمى 34 درجة والصغرى 29. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.